نبدأ بخبر كويس ومهم لأنه الخبر ده مرتبط بسلسلة سلسلة من المواقف اللي كانت دايما بتعبر عنها مصر من خلال سيد رئيس الجمهورية النهارده كان سيد رئيس الجمهوريه بيستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ده كان بحضور عدد من المسؤولين من الجانب المصري سيد وزير الخارجيه كان موجود السيد وزير عباس كامل كان موجود السفير عبد المطلب ادريس وهو مندوب ليبيا الدائم في جامعه الدول العربيه اللقاء ده اللي بيتم على بعد ثلاث ايام بالظبط لانه الانتخابات الليبيه المفترض انها هتبقى يوم 24 يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله ومره اخرى ومش هتبقى الاخيره اللي بتاكد مصر على وجهه نظرها فيما يرتبط بليبيا على انه اي شيء يحقق المصلحه العليا الليبيه ويبقى عنوانه الاراده اللي بيعبر عنها الشعب الليبي مع وحده وسياده الاراضي الليبيه دي النقط الاستراتيجيه الاساسيه اللي مصر دايما بتاكد عليها نتكلم حضراتكم بقى في جزء مهم برضو مرتبط بالاقتصاد ومرتبط بمصر وليبيا. اولا انه احنا كنا تابعنا على مدى الشهور اللي فاتت بدايه التنسيق اللي بدا ما بين الجانبين، ما بين الليبي الجانب الليبي والجانب المصري علشان ما يبقاش العماله اللي بتروح ليبيا تبقى عماله ما لهاش اطار معين او قواعد معينه او رقابه تحكمها، فلما عامل يسافر ليبيا ما يبقاش مسافر منه لنفسه، يبقى سافر بعقد يحميه. يبقى عارف هو رايح يشتغل ايه؟ وهاخد كام؟ وهيقعد فين؟ وظروف شغلته كلها ايه؟ وليبيا هتبقى محتاجه تخصصات ايه معينه؟ عشان ما حدش يبيع الوهم برضه للناس. فيروح هناك وبعد كده تبدا تتعامل مع مشاكل واللي مسافر يبدا يتعامل مع مشاكل هو ما كان مشاكل ما كانش متوقعها، كان متوقع ان هو يدور على رزق ويحقق رزق يبعته لعياله ويساهم كمان في كما جرت العاده يعني ده مش جديد ولا غريب انه يساهم في المجتمع الليبي وفي ليبيا في لحظه كمان ليبيا كلها بتحاول انها مره ثانيه يتم اعاده بنائها. الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده حصل اجتماع النهارده ما بين وزير القوى العامله الوزير محمد سعفان ووزير العمل والتاهيل الليبي المهندس علي العابد رضا ودلوقتي بقى في حاجه او الاجتماع ده النهارده تحديدا الاجتماع ده كان كان تحديدا منظومه أو بيحدد بي وبيبدأ تشغيل منظومة الربط الإلكتروني ما بين آه مصر وما بين ليبيا ما بين الحكومتين عشان زي ما قلت لحضراتكم العقود تبقى مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي إنه ما حدش يسافر إلا على الشغلانة اللي هو هيسافر عليها ومتحددة له من قبل ما يسافر و آه ابتدى النهاردة الإطلاق الرسمي للمنظومة دي